عام من 100 جيجا فرجان الى اكسترنا اند اكسترنا. برضو عرفتكم؟ يلا 12. يمها موجود بداخل الداخل السمنال فيزيكال والباس ديفرنس. الباس ديفرنس هو عباره عن تيوب ينقل السمن من التيستس من الابيديدمس للاجاكيلاتري داكت، فهو جزء صغير منه راح يكون اكسترنال والجزء الاكبر انترنال، فلذلك يضاف ضمن الانترنال ميل جينتال اورجان. الميل يورو جينتال ترينجل ستراكشر او اكسترنال، فاليورو جينتال اكسترنال عندنا الفينس وعندنا السيكروتم. السيكروتم شنو كونتينت مالته؟ تيستس اند ابيديدمس. اوكي، فعندنا تيستس ابيديدمس الفينس اذن شنو؟ اكسترنال جينتال اورجان الانترنال فاز ديفرنس سيمنال فيزيكال اجاكولاتري داكت بروستيت جلاند. هسه احنا راح نحكيهن بس مو بالتسلسل، يعني ما راح اقسم الاكسترنال عن الانترنال، راح ابلش فيهن حسب الدايركشن مال السبيرم. اوكي، فاحنا السبيرم اول شيء برودكشن مالته راح يجي وين؟ في التيستس. اوكي، اللي هي جزء من الاكسترنال جينتال اورجان. التيستس شنو مواصفاته؟ خير اند موبايل اورجان. اوكي، يعني داخل السكروتم راح تكون موبايل تيستس. سد الباب وراك، يعني اخر واحد تبقى يسد الباب. لاي وزن ذا سكروتم it is common for the right testis to hang lower than the left testis in approximately 85% of men. The level of the testis يكون بعض المصادر يقول the right lower than the left، أكو مصادر ثانية يقول the left lower than the right. الفكرة المهمة اللي نعرفها إنه ال height of the testis the both testis راح يكون different. يعني ما راح يكون سيمتريكال، بس سواء انه الرايت لور او الليف لور ما عندنا مشكله، احنا ما راح نقول كلينيكال امبورتنس للموضوع. بس المهم انه وايد مرضى يجي يقول لك انا اشوف انه مثلا هاي تيستس لارجر او هانج لور ذان ذا اذر تيستس، هذا شيء نورمال ما في اي مشكله. النورمال دايمنشن اوف تيستس هو 4 to 5 سي ام لينث. اللينث مالتها اللي هو من السوبيريا من الانفيريور بارت مالتها. اوكي، الوث مالتها 3 سي ام 3 تو 2 سي ام والديبث 2.5 سي ام. سد هالباب. الفوليوم اوف ذا تيستس نورمال فوليوم از جود 15 الى 25 مول. اذا لقينا التيستس لور ذان 15 مول معناها شنو؟ تستيكيولار اتروفي. اوكي، إذا لقيناها أكثر من 25 هايبر تروبي ممكن يكون بها ماس. أوكي، الشيء مالتها أوفويد الكلام وايت زين وايت تو بينك كفر باي فايبرس كابسول اللي نسميه شنو؟ تيونيكا البوجينيا. واللون مالتها الوايت هو جاي من هذا الكفر اللي هو فول وذ فايبرس كابسول زين فايبرس تيشو. الكلام مالتها راح يكون وايت. A series of fibrous septae extend from the surface, the inner surface, my tunica albuginea, I saw that. Yes, but after it, Bob. High fibrous septae. Okay? هاي العفوتيونيكا البوجينيا اللي هي فايبرس كفر. الانترنال سيرفيس مال تيونيكا البوجينيا ينطينا سيرفيس ثاني سيرفيس فايبرس سيرفيس. هاي فايبرس سيرفيس تقسم التيستس الى لوبيو
كل لابيوت ايش قد عدد اللابيوت الموجوده في التستس؟ 15 الى 20 تقريبا. كل لابيوت فيها من 1 الى 3 سيمينيفروس تيوبيول. السيمينيفروس تيوبيول هو السايت اور برودكشن اوف سبيرم، اوكي، اللي فيه الجيرم سيل، اوكي. هاي السيمينيفروس تيوبيول هي عباره عن تيوب، هاي كل لوبيول قلنا لي 1 الى 3. فمن راح يسوي لنا برودكشن اوف سبيرم، السبيرم اللي تطلع من السيمينيفروس تيوبيول اسمها سبيرماتيد، يعني الجينيتك ماتيريال مالتها كامله، اوكي، انه هاف كروموسوم 23 كروموسوم، بس الشيب مالتها بعد ما صاير ماتشور سبيرم، اوكي، احنا نسميها سبيرماتيد. راح تطلع من السيمينيفروس تيوبيول تروح بستراكشر هذا اللي هو عبارة عن شبكة تسميه شنو؟ ردي تيستس، اوكي؟ اللي موجود بالبوستير بارت اوف ذا تيستس. الردي تيستس تطلع من عند افيرنت داكتيولز. اذن افيرنت داكتيولز. اذن راح ينقل الاسبير من الردي تيستس الى شنو؟ الفاز ديفنس، اوكي؟ عفوا الابيدلمس. الابيدلمس شنو هو؟ الابيدل مسبيرم ستراكشر لاين بوستيرير تو ذا تيستس. البوستيرير سيرفس طبعا هو ادهرنت تو ذا تيستس، يعني ما نقدر نقصه بسهوله، اوكي. الفايبرس كبسول اللي يسوي كفر اب للتيستس مختصه ويا الابيدلمس، اوكي. يتكون من ثلاث اجزاء، الهيد البودي تيل، زين. هذا الهيد of the epididymis، هذا البادي، هذا التيل. التيل راح يكون بالانفير سيرفيس مال التيستس. الهيد هو the largest part of the epididymis. اكو فرد distinct group موجود على left side، زين، between the testis and epididymis، اللي هو اسمه sulcus lateralis، اوكي، موجود على اللاترال سايد مال التيستس. اسمه شنو؟ سالكس لاترالس. الابيدلمس شنو هو؟ عبارة عن كويرد تيوب، اللينث مالته 6 متر، زين، امبيدد ان كونكتيف تيشو. طبعا نفس الشيء السيمينيفروس تيوبيول من تاخذ الهيستور هو هم امبيدد ان كونكتيف تيشو، اوكي. نهاية الفايز ديفرنس راح يتحول هو التيوب، زين، الى شنو؟ النهايه اللي بدل مس من التير راح يبدا عندنا التيوب يتحول الى اسمه فاز ديفرنس. شنو فرق الفاز ديفرنس عن الابيدمس؟ الفاز ديفرنس هو سنجل تيوب ثيك وول تيوب، اوكي، ثيك وول تيوب. الفانكشن مال الابيدمس شنو؟ ستورج اند ماتوريشن. احنا قلنا من التيستس تطلع اسمها شنو؟ سبيرماتيد. كروموسوم كامل، الديفيجن كامل، بس الشيب مالتها بعد مو ماتشور سبيرم اللي متكون من هيد وبادي وتيار، اوكي؟ بالابيدلمس خلال 14 يوم او 12 الى 14 يوم راح يصير ماتوريشن، وكذلك هو مكان فور ستورج. زين، نرجع للبلد سبلاي. باعتبار الابيدلمس هو يعني أحتاج إلى تيستس، فالبلاد سبلاي مالتها راح يكون مشترك. شنو البلاد سبلاي؟ تستكلر أرتر، اللي هو من يجينا؟ من الأبدومينال أورتر. غالباً إيش قلنا؟ الليفل الجد يطلع من الجونادال أرتر. الطول على الأخري. زين. والرينا الأرتر يا الليفل يطلع. وين الارتري؟ ال1 تو ال2. الجونادل اقل، ال3، اوكي؟ زين، هذا الارتري، تستيكيولار ارتري، راح يدخل يوصل للتيستس من مين؟ شلون؟ الكورس مالته هو بالابدومينال اورتا.
راح يمشي على البوستيرا دونر وول على السيروس مصر، يدخل للبيربس، من البيربس يطلع عن طريق شنو؟ الانجوانر كانال. من الانجوانر كانال حتى يوصل للتيستس عن طريق شنو؟ سبيرماتيك كورد. اوكي؟ اذا كلها تحكي ان شاء الله. التستيكولار فينز ايش فيها؟ الميرج فروم التيستس دايركتد مش از ادينوس نتورك اللي نسميها بامبين فور بلكسس. التستيكولار ارتري ممكن ينفصل. التستيكولار ارتري يبدي من الابدومنال اورتا على شكل ارتري واحد، بس من يوصل للسبيرماتيك كورد ممكن ينقسم الى ثلاث اقسام، يصير فري برانش قبل ما يدخل للتيستس. كذلك الفينس برانش من التيستس يبدي على شكل نتورك. هاي النتورك موجوده وين؟ بالسبيرماتيك كورد. كل ما يصير الليفل مالتها بروكسيمال تصعد نتورك تتحول تقل النتورك اعداد الفينس تحول الى بالنهايه الى سنجل جونادر فين بالبوستيرا ابدومينال وول. الدرانج مال الفين قلنا بالرايت سايد المس الاي بي سي، بالليفت الرينال فين. بالرايت سايد بالليفت سايد بما انه راح يروح للرينال فين راح يكون الليفل مال الانستوموسيس مال التشبيه هاير قلنا مور بروكسيمال ورايت انجل وذ رينال فين. اوكي الريسك مال الفاريكوسيت ازيد بسبب هاي الفاريشن. اللمفاتيك درنج من التيستس كلش مهم، انه لي وين يصير اللمفاتيك درنج؟ بارا اورتيك لمف نود. ليش؟ لان هذا من الروح يصير تستيكولار تيومر. وين ندور اللمف نود اول شيء؟ ما ندور انجوانر ولا ندور بيلفك، ندور بارا اورتيك. زين ممكن يصير تستيكولار تيومر ويا لمف نود بالانجوانر ريجن؟ اذا صار عندنا انفيجن اوف ذا تيومر تو ذا سكروتال وول يصير انجوانر لمف نود. يعني معناها بالادفانس ستيج يصير عندنا انجوانر او بيلفك لمف نود، بالايرلي ستيج وين يصير عندنا؟ بارا اورتيك عكس المتوقع. اوكي نجي على الفاز ديفرنس. اوكي بس احنا حكينا التيستس والعبد المثل لان اثنيناتهم اكسترنال سترنشر. الفاز هو قلنا انترنال ستركشر. الفاز ديفرنس في ثيك وولد تيوب 18 انش او 45 سنتيم اللينك مالته. الفانكشن مالته شنو؟ هو قلنا ترانسبورت او كونفي سبيرم فروم ذا ابيزمس تو ذا جاكلتر دكت. وبعد شنو بي؟ الفانكشن الثاني storage. Okay. يبدي arise from the tail of the epididymis and pass through the inguinal canal. نفس الشيء راح يمشي بالسبيرماتيك كورد بالانجوينال كانال بعدين على lateral wall of the pelvis بعدين يروح medially على side of the base of the bladder. Cross above the lower ureter. Okay. Cross above the lower ureter حتى يوصل لنا لل ejaculatory duct. راح يمشي medial to the seminal vesicle على posterior surface of the base of the bladder. ينتهي بمن؟ ينتهي من يصير بي union ويا الدكت مال seminal vesicle يتحول الى ejaculatory duct. قبل ما ينتهي قبل ما يوصل للنهايه مالته يصير عندنا lower end مالته بدايلتيشن نسميها ampulla of the duct vas deferens. هاي الصوره هنا يبدي منا من التيل اوف ذا ابديدمس يصعد بالسبيرماتيك كورد بعدين يدخل وين؟ الجوانال كانال يمشي على اللاترال وول مال بيلفس. اوكي هذا لونه ازرق على اللاترال وول بعدين راح يجي هنا ميديالي ويسوي كروسنج المن هاي هنا شوفوها كروسنج للدوري اورتر. هاي الدايلتيشن اللي صارت نهايته نسميها امبلا او ذا فارتيكل. شنو البلاد سبلاي مالت البلاد سبلاي اوف ذا فاز ديفرنس نسميه فازل ارتري او ديفرنشال ارتري. فازل ارتري او ديفرنشال ارتري
منين جاي هذا؟ بعض المصادر تقول جاي من السوبر فيزيكال ارتري، اكو مصادر ثانيه تقول من الانفيريور فيزيكال ارتري. اوكي؟ اللي هنا اثنيناتهم مين؟ الفينس درانج مانتس بدون صوت، طلاب بدون صوت. The venous drainage of the scrotum via the through the differential vein. هذا الحكي مهم. The differential vein. Then, which drain into the pampiniform plexus. The pelvic was the front. Venous drainage marked to the pelvic venous plexus. هنا شنو أهمية the differential vein؟ إحنا بالفاريكوسيد. وين يصير عندنا الفاريكوسيد dilatation؟ The testicular vein. اللي هنا شو نسميهن؟ بامبينيفورم بلكسس. السيرجري تريتمنت مال الباريكوسيد شنو هو؟ ليجيشن اوف دايليتد سبرماتيك فين. زين، يعني احنا اذا سوينا ليجيشن راح يجي واحد يسال يقول منين يصير الفينس درانج مال تيستس؟ صحيح؟ لا، اللي سوينا ليجيشن الفينس درانج مال تيستس وين راح يروح؟ راح يروح عن طريق الدفرنشيال فين. اوكي؟ الفينس درانج اوف ذا فاس ديفرنس. اوكي؟ لنفاتك تراني ايش كتاك external and internal اليك لنف نوت. اكو سؤال لحق هنا؟ زين، هسه وصلنا لنا الاسبيرم. الاسبيرم ما تدخل بالسيمينال فيزيكال. الاستورج مال الاسبيرم وين يصير؟ بالابيديمس بالفاز ديفرنس، ما لها علاقه بالسيمينال فيزيكال. شنو الفانكشن مال السيمينال فيزيكال بعد؟ فيلتريشن اوف فلويد. اوكي؟ اللي راح يفيدنا للسيمينال فلويد، جزء من السيمينال فلويد، مو السيمينال فيزيكال مو هي سايت فور ستورج اوف ذا سبير. الستورج ما تكون في الابيديمس وبالوايت السيمينال فيزيكال لوبيليتد اورجان 5 سي ام لونج لاين اون ذا بيس اوف ذا بلادر. نعرفها هاي المعلومه. عباره عن كويلد تيوب امبيدد ان كونكتد تيشو. Terminal part, my vas deferens lie on the, you know, when they she, I have shared my own ones. I mean, yeah, sir. That terminal part, my vas deferens. I mean, medial part, medial side of the seminal vesicle. Each seminal vesicle now on join the vas deferens of the same side to form the ejaculatory duct. The ejaculatory duct, when is it? Union mantle. Inside prostatic tissue. Okay. احنا هنا هسه الفاس والسمنال فيزيكال وين موجودات؟ على البيز اوف ذا بلادر. البيز اوف ذا بلادر جوا شنو عندنا؟ البروستيت راح تدي البلادر نيم. اوكي. البلاد سبلاي منين يجي؟ انفيرير فيزيكال اند ذا ريكتال ارتري. لمفاتك درانج مالتك للانترنال اليك. الفانكشن قلنا هي برودوس سكريشن ذات اد تو سيمينال فلويد. اوكي. الاهم شيء فيها هو السكريشن، هو عندنا الفاكتورز من السيمينال فيزيكال. الفاكتورز اللي مسؤول عن النرشمنت اوف ذا سبيرم، لان السبيرم فيها فانكشن يعني موتايل ستراكشر. اوكي. فتحتاج انرجي. الانرجي من تاخذها؟ من الفاكتورز اللي موجود بالسمنال فلويد. هذا الفاكتورز السكريشن ما تيجي من السمنال فلويد. زين، هسه نجي على الاجاكيولاتر ريزلت 2.5 سي ام لون مكون من شنو؟ يونيون اوف ذا فاز دكس اوف ذا سمنال فلويد. راح يفتح يكون اليونيون قلنا بالبوستيريور بارت اوف ذا بروستيت والاوبننج مالته وين؟ ذات ذا كورونري يورترا بالبروستاتيك يورترا. وين بالبروستاتيك يورترا؟ على السيرفس بوستيريور لاترال ميديال بوستيريور سيرفس. البروستيت ما اخذيها
على الاكسترنال ستراكشر. عندنا الفينس، الفينس بتكون من شنو؟ جزئين، عندنا فيكست روت اند بادي. البادي هو راح يكون الفري ستراكشر. زين، الروت بتكون من شنو؟ الروت او الفينس من الفري ستراكشر. هاي الفري ستراكشر هي الاركتايل تيشو اللي سوي لنا الاركشن. اوكي، عندنا البالف اوف ذا بينس اللي هاي راح تكون بالميد لاين سنجل ستراكشر. بالف اوف ذا بينس ميد لاين سنجل ستراكشر، واللي داخل البالف راح تمشي البالبر يورفرا. اوكي، وعندنا رايت اند ليفت كرورا اوف ذا بينس. اوكي، الكرورا راح تتحول الى كوربس وتدخل بال البادي اوف ذا بينس. الكرورا راح تحول اسمها الى شنو؟ كوربس كافرنوزم. هو نفس الستراكشر، نفس الستراكشر، يعني الكرورا والكوربس كافرنوزم هو ستراكشر ممتد واحد، جزء منه صاير بالروت وجزء بالفريز البادي. وكذلك البالب اوف ذا بينس هو نفس الستراكشر ممتد اللي اسمه شنو نسميه؟ كوربس سبونجيوزا. عندنا مسكلر لاير كفرنج، البلب المسل تسوي لها كفرنج بلب سبونجيوسس مسل، والكرورا اسكيو كافرنوسس مسل، لان المسل اللي يسوون كفرنج للارتايل تشو الروت مايكروس. هاي الصورة. هنا ايش دير عويني؟ دير عويني هذا الروت لما تخط هنا، كل شيء اسفل لهذا الخط هو الروت مال بنس، كل شيء اعلى من الخط هذا البادي او البنس. فهنا الكرورا عندنا رايت اند ليفت كرورا، نفس الكرورا تمتد تصير شنو؟ كوربس كافرنوزم، وهاي البالب او البنس اللي هي راح تمتد تسوي لنا شنو؟ سبونجيوزم. وهنا اليورثرا الموجوده بالبالب نسميها بلبر يورثرا، ونفسها هي راح تمتد انتيريرلي نسميها شنو؟ بنايو يورثرا. كلها شيء على شيء، البلبر والبنايو قلنا شو نسميها؟ سبونج انتيرير او سبونجي يورثرا. سبونجي اجى من هذا انه هي بال سبونجي يورثرا. اوكي؟ زين، هنا السبونجيوزم صار فيها كتب مال فنس تتحول الى شنو؟ جلاس فنس، يصير فيها دايلتيشن وتسوي لي كفرنج لمن؟ للكربس كافرنوزم. هاي الصورة واضحة، هاي هنا الكربس كافرنوزم، الكربس سبونجيوزم صاير بيها دايلتيشن تب مالتها تحول دايلتيشن، هذا نسميه شنو؟ جلاس فنس. هسه شنو الاسينشال كومبوننت اللي صار عندنا بال body of the penis. عندنا two right and left upper corpus cavernosum. نعم هاي الصورة. هسه هذا هنا هاي الكرورة راح تتحول الى شنو؟ corpus cavernosum. فكم corpus cavernosum عندنا؟ اثنين right and left. موجودات وين؟ على the dorsal surface of the penis. يعني upward. اوكي؟ وعندنا هاي البنص الجوة. هاي شنو؟ سنجو كوربس سبونجيوزم. اللي يمشي بداخل الكوربس سبونجيوزم شنو؟ يورثرا. اوكي؟ اذا الستراكشر ثلاثة هن اهم شيء الريكتايل تيشو الموجودات في الفينس. زين، يعادلهن شنو؟ كفرنج. الكفرنج اللي هي فايبرس تيشو شو نسميها؟ بوكس فيشي. البوكس فيشي اذا هي تسوي كفرنج لمن؟ البودي او الفينس. إذا نمشي هي هاي البيشي اللير إذا راحت بالسكروتم شو نسميها؟ كوليس بيشي. نفس البيشي نفس اللير هي من تغطي السكروتم نسميها كوليس بيشي، سكروتم والبرينيوم. من تروح للبنس شو نسميها؟ بوكس بيشي. من تروح للأنتيرا الدومينال وول شو نسميها؟ سكاربس بيشي. واضح؟ ممكن شوية بين عليكم ما
فيش يومين راح نعيدهم ونرى لكم صور عليه، لأن هذا كلش مهم بين كلينيكال أبليكيشن. يعني إذا واحد صار كورنيال بنكريوم، كورنيال سامعين بيه ولا؟ ميكروتازي فيشيات سامعين بيها؟ إنفكشن يصير من السكين ما يسكروتم. هذا الإنفكشن ميكروتايزنج تايب، يعني سفير إنفكشن، فممكن راح يصعد من السكين مال الأبدومينال وول. فإحنا إذا عرفنا الأناتومي إنه شلون إنه السوبرفيشال لاير ممتدة مال السكروتم ويا الأنتير أبدومينال وول، راح نعرف إنه ليش هذا الإنفكشن ده يصعد الأنتير أبدومينال وول مثلا ما يروح للأورجن. أوكي؟ فهسه عم نحكي عن كلش مهم. شنو البلاد سبلاي؟ عندنا توفلت في البلاد سبلاي، عندنا السكين أو دابينيس زين، السكين والسوبرفيشال لاير. شنو البلاد سبلاي مالتهم؟ اكسترنال بودندر ارتري اللي هو برانش من الفيمورال ارتري، هذا السكين والسوبرفيشال سبيشي. اما الديب ستراكشر راح يجيها منين؟ من الانترنال بودندر ارتري اللي هو برانش من الانترنال ارتري. وش ديفيجن؟ اللي قلنا من يطلع الانترنال بودندر ارتري يصير كورس مات. من يتذكره تحكي لي كورس مات؟ يلا شو اسمك؟ اي مثل اول بعدين وراها بعدين راح يدخل الانتيريرلي راح يجي اليوروجينتال ترينكل. من وصل اليوروجينتال ترينكل هو راح يوصل للروت اوف ذا بنس، هذا الانترنال بودندال ارتر. زين شو راح يتقسم؟ يتقسم الى ثلاث اقسام، الانترنال بودندال. الانترنال بودندال طبعا عندي برانش هواي، راح يعطينا واحد من البرانش مالته اللي هو شنو؟ الفينايل ارتري. هذا شو راح يعطينا؟ الديب ارتري او ذا فينس. ديب ارتري او ذا فينس اللي شو يصير له؟ كافرنوزال ارتري، هذا اللي مسؤول عن الاركشن. يعني الكوربس كافرنوزم هي مسؤوله عن الاركشن اكثر شيء. فهذا الارتري اذا صار فيه انجري او صار فيه بلوكج شو راح يصير عندنا؟ الركتاب ديسفونكشن. اوكي ديب ارتري او كابلس او كافرنوزال ارتري. عندنا بعد شنو؟ ارتري او كابل، هذا من راح يروح؟ الكوربس سبونجيوزم. اوكي بعد عندنا شنو؟ وعندنا الدورزال ارتري او كابلس. الدورزال ارتري هذا على الاكسترنال سيرفيس مال هاي الفري ستراكشر راح يمشي. لا
عندنا هنا البينا سترنج. البينا سترنج ما راح يتبع الارتري، راح يصير عندنا نتورك. النتورك هاي تعطينا الدرنج مالته كله دورزال فين او ديفريز. على الدورزال فين يستمر يدخل المسجد للبيرفكت كافيتي، يدخل للبيرفكت كافيتي عن طريق اليوروجينتال ترينجل. اوكي يوروجينتال ترينجل، يوروجينتال ترينجل شنو اللي يسوي له كفرنج ويسده؟ البيرفكت دايفران. البيرفكت دايفران في سمول اوبننج يعني سيمتنس بيوبس، يدخل منها على الدورزال فين. من راح يدخل من راح يتلقى ولا مفاتيح الدرنج مال البروستيت والبلادر فوق. فالبروستيت والبلادر ايضا انه على شكل نتورك النفاس الدرنج مالته، بس بالنهايه كله وين يروح؟ عفوا الفينس درنج يروح عنا للانترنا اليك اثنين. اوكي او الهايبوغاستر اثنين. أكو سؤال لحد هنا؟ النيرف سبلاي مال فينس هو البودندر، يعني نفس الكورس مال الانترنال البودندر الأرتري. بقى سؤال ثاني أسألكم هنا، هسه هذا الحكي اللي حكيناه روت مال فينس والهاي تبني موجودات فيها كومبارتمنت في السوبرفيشال لو بالديب كومبارتمنت. السوبرفيشال ما ليش سألت هذا السؤال أكثر تعديل لأنه ممكن واحد يخطأ فيه. الديب كومبارتمنت قلنا اللي هو موجود داخل ال المسل المسكولار لاير مال الدايفرام بالبلاك دايفرام زين، يعني بنقول داخل الليفاتر ايناي مسل. فشنو عندنا اللي يمشي بالليفاتر ايناي مسل؟ ممبرينس يوريثرا زين، والاكسترنال سفنكتر مالتها، والبلبوير فاوغلا اللي هي هاي لونها اسود. هاي 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 كورونال سكشن، كورونال سكشن ماطين بالبيلفس. فاذا نشوف البلدر البروستيت هاي اللي باتور ايناي مصر. اوكي وهاي جزء من عدنا. هنا شنو اللي يصير عدنا؟ هاي الديب كومبارتمنت وهذا السوبرفيشال كومبارتمنت. فالسوبرفيشال في ذن البلد اوف ذا فينس والكوربس كبرنوزر او الكرولا او الدبنس بين الاثنين. زين هنا الديب كومبارتمنت شنو عندنا بيه؟ الممبرينس يوريثرا والبلبار يوريثرا البلبار جلاند بلبار يوريثرا جلاند. اوكي شنو صار الداي شو يسوي؟ شنو هو؟ الداي والعظم شنو؟ عظم الداي وين عظم الداي؟ هذا؟ لا 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 هذا مو بون، هذا مو بون، هاي الفاتي تيشو، هذا سبيس فراغ. اوكي هذا الفرينيوم يعتبر هنا. اوكي زين اكو بعد عندنا ستراكشر اللي نسميه بيلفيك فيشيا او بزل اوف بيلفيك فيشيا. البزر اوف بيلفيك فيشيا هي عبارة عن فايبرس تيشو تسوي كفرنج زين نشيل ذا بيلفيك اورجان فورمينج ادفنتيشال لاير اوف فور ايتش زين. اللاترال اتاشمنت اوف ذا بيلفيك اورجان تو ذا بيلفيك سايد وول، يعني احنا هاي الاورجان اللي هي موجودة داخل البيلفيس راح تسوي لها كفرنج او فيشيا تسوي لها كفرنج، وهاي الفيشيا تتصل بالبيلفيك سايد وول باللاترال وول يعني مثلا البلدر. اوكي البروستيت فهاي التاتشمنت اللي راح يكون بين هاي الاورجان عن طريق الفيزل بيلفيك فيشي وبين البيلفيك سايد وول عن طريق هاي تنتقل الفيزل وينتقل النيرف. اوكي وش تفيدنا بعد؟ سوينا سبورت.
اوكي شلون البلدر تبقى بمكانها، شلون البروستيت تبقى بمكانها، بالبينيال اليوتراس والسيرفكس والفالوبيان تيوب. زين والهاي فايبرس تشو اذا تربط بزر بيشي بعض المكانات لها اسماء محدده، يعني مثلا عندنا تيوب وبروستاتيك ليجامنت او تيوب وسيرفايكال ليجامنت، وبعض المناطق كلها بشكل عام نقدر نسميها بزر تربط بيشي. اوكي اكو سؤال لحد هنا؟ زين هسه احنا السكروتال كونكيت حشيناه، حشينا التستس والابديدمس، بس السكروتم بحد ذاته ما حشيناه. السكروتم كسكين بيفرق عن السكين الباقي بالبودي. زين اولا هو الوول اوف السكروتم شنو اللي ارماتي؟ سكين سوبرفيشال فيشيا ارماتي فيشيا يونيكا فاجينالس. السكين الفيشر مال السكين مال السكروتم مش بيها اول شيء رينك اوت سكين يكون بيجمنتد ان فورم ا سنجل باتش سلايتلي رايز ريدج ان ذا ميد لاين انديكيت ذا لاين اوف فيوجن اوف ذا تو لاترال ليبيو سكروتال سوامي. هو السكروتم بالامبريو شلون يتكون؟ الاوريجين مالته عن ستراكشر نسميه ليبيو سكروتم سوامي اللي هو نتنيته ستراكشر لاترال. فلان إذا صار بين فيوجن بالمياه يسوون سكروتوم بالفيميال يمكن سيبريت شو يسوون؟ الليبيا ماجورا. فهذا السايت مال الفيوجن هو عبارة عن غيس راح نلقاه يعني موجود مثل السكار مثل لاين مال سكروتوم. ذاك يسموه يورترال ستيت يصير بايسن سكروتم بايسن سكروتم. زين السوبرفيشال بريشر مال السكروتم زين this is continue with the fatty and membrane of layer of the anterior abdominal wall. anterior abdominal wall superficial pressure مالتها شو نقسمها الى كامبر بريشر وسكاربس بريشر، تذكرون لو لا؟ anterior abdominal wall. نعم نستمر نرجع anterior abdominal wall. عندنا skin عندنا superficial fascia بالابدومن. superficial fascia مقسمة الى قسمين. superficial part مالتها شو نسميها؟ نسميها camber fascia مكونة من fatty tissue. والdeep part مالتها شو نسميها؟ scarbus fascia. deep part مال superficial fascia نسميه scarbus fascia. scarbus شنو يكون؟ من برينا صفاير بس مو قابلة. زين بس السكروتم يقول السوبرفيشال فيشيا هي كونتينوس ويا السوبرفيشال فيشيا مالت الابدومن. زين فالكامبر فيشيا اللي هي فاتي تيشو بالانتيرا ابدومنال وون بالسكروتم راح تتحول الى شنو؟ سموث مسل. هاي السموث مسل شو اسمها؟ دارتس مسل. هاي الدارتس مسل مسؤولة عن شنو؟ مسؤولة عن الرينكل سكين. ليش هو رينكل؟ لأن أكو مسل جوا. أوكي تسوي كونتراكشن بهذا السكين. شنو الفانكشن؟ ليش بهذا الشيء؟ ليش اختفى وتحولت إلى إلى مسل؟ شلون نقول إحنا ليش مثلا الله أعطانا يدين اثنين؟ هو هي طبعا فقط رب العالمين. زين بس هو ليش الفانكشن مالته؟ نسأل على الفانكشن. زين يعني احنا اللي عرفناه انه هذا ايش راح يفيدنا من تحول الفات تحول الى مصل. الابلكيشن اللي راح يصير عندنا شنو؟ عافية to keep the temperature of the testis. شلون؟ عافية الفات تيشو اللي موجودة بالانتيرا ابدومينال وول راح تتحول في السكروتم الى شنو؟ الى مسكولر لير. اوكي الممبرين اصليه اللي موجوده بالسوبرفيشال فيشيا مال الابدومن شو نسميها؟ اللي بالابدومن شو نسميها؟ كاربوس فيشيا. بالسكروتم راح نسميها كوليس فيشيا. بالبنس شو نسميها؟ ووكس فيشيا. اوكي It continues in front with the membrane layer of the anterior abdominal wall. اللي هي شنو؟
carbo station. And behind it is attached to the perineal body. The perineal body هو عبارة عن fibromuscular tissue. يعني posteriorly الحد مالتها الليمت مالتها إما للperineal body. فإذا صار عندي بيها infection زين هاي اللاير راح يمتد من البرينيال بودي بس ممكن يصعد انتيريور من الانتيريور دامن الور لان هي متصله ويا الانتيريور دامن الور واضح؟ At the side it is attached to the osteopubic rhomboid. راح الاتاشمنت يكون المن الاسكيوبيوبيك رايماي لذلك الانفكشن ما راح يصير بيه سبرايت المن باللور لين لان هي اتاشت للبون بهالمكان. Posteriorly للperineal body. زين. Laterally للاسكيوبيوبيك رايماي. Above superiorly continuous with the abdominal wall. هاي الصورة. الآن لازم شنو؟ شوفون هاي الصورة وشوفون هاي الصورة ودماغكم تركبون سوا حتى تفهمون الفكرة. هذا اللون السمائي. أوكي؟ هو نفسه هذا اللون هنا السمائي جدا. هذا المنشر. هذا اللون السمائي اللي بهالصورة اللي نشوفه. هو نفس اللون السمائي اللي موجود بهالصورة. أوكي؟ فهنا هسه هذا اللون السمائي شو اسميه بالانتيير اوف دامنال وول كارباس ديشن. اذا شوفوا هو نفسه ممتد للبنس بالبنس سميته بوكس ديشن ومفتر دائما دائما البنس وناتر للسكراتم بالسكراتم شو اسميه كوليس ديشن. اوكي فهاي الفكره مالته بالنهايه مالته وين رايح الاتاشمنت للبرينيوم واضح؟ وصلت الفكرس. فإذا صار عندي انفكشن هنا الانفكشن راح يمشي ممكن يوصل للبرينيال بودي بس ما يروح بوستيريور اكثر لان هي اللاير هنا حدا بس ممكن يطلع وين للانتيير اوف دامنال وول ممكن يروح للبنس. اوكي واضح؟ نجي على السكند لاير اللي هي شنو هي؟ سبيرماتيك فيشن. هاي راح تكون سبيرماتيك فيشن ديبر تو ذا سوبرفيشال فيشن اللي هي سميناها كوليس فيشن. زين مكون السبيرماتيك فيشن من 3 لايرز. شنو هي 3 لايرز هاي؟ اللي هي نفس 3 لايرز مال الانتيير ابدومنال وول. ايش عندنا بالانتيير ابدومنال وول؟ اكسترنال اوبليك تعطينا اكسترنال سبيرماتيك فيشن. اوكي؟ بعد شنو عندنا؟ انتقل الأوبليك اشتطينا تطينا تريمانس تفليشي وبعد ترانسفيرس أبدومنس تطينا انترنال سبيرماتيك فليشي. اوكي اذا صاران تريلي بس السكروتم بدأت سكين وراها شنو دارتس مصر وراها شنو كوليش فليشي اكسترنال سبيرماتيك فليشي بعد تريمانس فليشي انترنال سبيرماتيك فليشن. كم لاير صارت؟ 6. لاني مطلوبات منكم تحطون بالتسلسل. وانا خالي لكم صوره مال نيدل، اذا اقول لك هذا النيدل بندخله للتيتس. وعدد لي اللاير فروم ذا اكسترنال تو ذا انترنال، لازم تعرفون. اوكي؟ بعد بديت هسه نكمل. ديبر تو ذا سبيرماتيك فليشن عندنا التونيكا رجال ناس. الأوريجين مال التيستس في الإمبريو مين تجي؟ من الأبدومن. التيستس بعدين يصير بيها ديسينت عن طريق الإنجوانال كنال المادس الكروت. فمن تنزل تاخذ وياها لاير من البريتون. أول الطفل أثناء الجروث مالت هذا البريتون اللي أخذت من يعني التيستس أخذت البريتون ونزلت راح يبقى أكو كونكشن بين ذا بريتون وبين ذا تونيكا. من ينزل التست شو نسميه بردون؟ نسميه تونيكا فاجانايز. وهذا الكونكشن اللي بين التونيكا فاجانايز وبين البردون الموجود بالابدومن شو نسميه؟ بروسيسس فاجانايز. البروسيسس فاجانايز المفروض شو يصير بيه؟ فايبروسيس اوبليتريشن ينسد ما يبقى سبيس مفتوح. اذا بقى مفتوح شو نسميه؟ نسميه
إذا نازل ينزل بس الفرق بين الميل فلوي والسيستس نسميه هايدروسيس. إذا لا صار دي اللارجمنت بالسايز مالت الدايمتر وقام تنزل باول ويا الفلويد شو نسميه بهالحالة؟ نسميه الكواينال هرمين. واضح؟ هذا كلش مهم. هاي الهرمية اللي نسميها الهرمية الكواينال هرمية عندنا تو تايب. عندنا البيدياتريك تايب اللي نسميه اندايركت الكواينال هرمية. وعندنا الادلت تايب اللي نسميه دايركت. هذا اللي بدنا نحكيه احنا الباثوفيزيولوجي مال الاندايركت الكواينال هرمية اللي نشوفها بالاطفال. هذه اعمر يعني هي تصير بالاطفال بس ممكن مس دايجنوز حد الادلت. يعني يجيب عمره 20 سنة هو عنده اندايركت الكواينال هرمية. بس شو وقت بادي من هو قبل زين الفيونيكا فاجيناليس شبيهه راح تكون تو لاير تغطي التستس من الداخل على الفيونيكا الفاجيني ولاير نسميها بارايتال لاير اللي تكون على الانترنال سبرماتيك فيشن. فهذين التو لاير بيناتهم راح يصير سبيس. على سبيس شنو بي الفلويد صرص الفلويد كمية الفلويد إذا زادت صارت كمية كبيرة تصير عندنا في الديزيز شو نسميه هايدروسي. ليش يزود؟ يصير البرودكشن أزيد من الأبسوربشن. أوكي شو وقت يصير هذا الشيء؟ إذا عندنا مثلا إنفكشن، إذا عندنا تيوما، إذا عندنا تروما. أوكي سكندري هايبرسيس. زين. هسه نرجع للاير مال تيستس. هنا أنا هاي تشوفون. هاي الصورة. هذا اللون الأزرق. هذا اللون الأزرق هو شنو؟ البارايتا بيرتونيا. مال الأبدومال كافيتي. وهنا موجود لون ازرق يغطي التستس دائره مدارة اللي هو هاي التيونيكا فاجيناليس اللي اوريجن مالتها منين جبنا؟ من البريدونيوم. وهنا هذا البروسس فاجيناليس المفروض شو يصير بيه نورمالي؟ اوبليتريشن. فهذا يصير نورمال اوبليتريشن. اذا ظل مفتوح انه يصير يا اما هايدروسي يا اما نسميه اندايركت انجوانو هرمي. أكو سؤال لحد هنا؟ من ثري لاير، إيه. يعني الجهة الأخيرة اللي هي بوستيريوس. عندنا الإبن المص. هي ما تقدش. نعم. هو اللي نعتوش. أكو حالة تكون. نعم. إيه مفروض وهذا اللي نعتوش. زين. هاي الصورة اللي قلنا عندنا إيه اللي يدخل من السكين لل هيدروسيل الدود. فهسه لا بد نعدل هاي اللير في عندنا شنو هن اللير؟ from the external to the internal. عندنا سكين. طبعا. دكتور. ليش نسميه؟ لا قبل. عندنا الدارتس. دارتس مصر. وراها؟ كوليس. وراها؟ external spermatic fissure. وراها؟ فريماستر. وراها؟ internal spermatic fissure. بعد. فرايتر لاير اوف ذا كلونيكا فاجيناليس. اذا عبرنا لان كلهن احنا دخلنا وين؟ بالسبيس اللي يصير فيه هايدروسي. شلون؟ شنو هو اذا سوينا له يعني شنو؟ اكيد يصير انفكشن اذا ما سوينا ستيريزيشن. هي مو الا هذا الان سبيس هو له علاقه بالبرتونيوم. هو انت اي نيدل اي نيدل ما معقم تسوي له فانكشر باي ساعه ممكن يسوي لك انفكشن. اكو سؤال لحد هنا؟ لمفات دامج اوف ذا سكروتم. زين يقول لك اللمف فروم سكين اند فيشيا انكلودينج ذا تونيكا فاجيناليس علما للدرانج مالته لا توبر
آخر structure اللي ممكن نحكي عليه اليوم اللي هو شنو spermatic cord اللي هو الناقل قلنا structure من التستس للأبدومن أوكي بالكامل spermatic cord هو شنو bundle of structure pass through the inguinal canal زين شنو content matter حتى نحفظه نسهل content matter فلاتيكم هذا الجدول بس هذا الجدول مو كامل هذا الجدول شبيه بالاخير انتبهوا هذا الجدول مو كامل مو كل الستركتشر مكتوبه فيه فانتبهوا شوفوا شنو النقص زين حتى نحفظهم عندنا 3 artery اللي هن شنو تستجلر artery وفي ماسك artery اللي هن ماسك مصر وبعد شنو differential artery اللي هو اللي بعد differential عندنا 3 veins اللي هنا شنو البامبين وبارم بلكسس كلها تعتبر مين واحد بعد الكريماتريك vein والديفرانشيال vein زين عندنا 3 nerves شنو هنا النيرف جينيتال برانش اوف ذا جينيتال فيمال نيرف هذا يمشي بداخل السبيرماتيك كورد يغذي الكريماتريك مصر جينيتال برانش اوف ذا جينيتال فيمال نيرف عندنا السمباثيك وعندنا الاليو انجوانال نير الاليو انجوانال يمشي على اللاترال وول مال الانجوانال كانال يعني مو داخل الانجوانال مو داخل السبرماتيك كورد يمشي بالانجوانال كانال اوكي واضح الاليو انجوانال نير ما يمشي بداخل السبرماتيك كورد يمشي على داخل الانجوانال كانال اوكي خارج السبرماتيك كورد بس احنا خلينا حتى الحفظ تسهيل الموضوع عندنا 3 artery 3 vein 3 nerves عندنا بعد شنو 3 structure 3 structure شنو هاي 3 structure الباز ديفرنس بعد البروسيسر فاجينالس ولا باك تيشو اوكي باز ديفرنس البروسيسر فاجينالس ولا باك تيشو هاي الكونتينت مال سبرماتيك كورد مهمة لو مو مهمة مهمة هاي نفس الكونتينت هاي صورة للسبرماتيك كورد بس هنا أنا دا يحكينا على هاي الستركتشر المهمة اللي موجودة بالسبرماتيك كورد حسنا السلفات دفن سخدناه بس هنا شنو دا يقول لي هذا وين لوكيتد؟ لوكيتد on the posterior aspect of the spermatic cord يعني أنا بنسوي عملية طلع السبرماتيك كورد كله وين أتوقع الجلفاز؟ البوستيريور أوكي؟ testicular artery قلنا ممكن ينقسم إلى أكثر من قسم داخل السبرماتيك كورد شنو فكرة أنه ينقسم أكثر من قسم؟ لا على مود الهيت اكستشينج احنا البلاد سبلاي اللي يجي فيس التمبرشر مال الجلد 37 بادي تمبرشر فنريد نوصل للتستس 34 فش نسوي له؟ نفس فكره الراديتر قسمها الى اقسام اوكي؟ نقسم الى ثلاث اقسام اذا الثلاث اقسام يمشن ويا البامبين فورم بلكسس باعتبار البينا صدرانج يرجع من التستس درجه حرارته قليله 34 راح يكون الارتري راح يتداخل ويا الفين حتى يسوي هيت اكستشينج اوكي واضح الكريماس الفيشيه اللي موجوده بالسكراتوم بالسبرماتيك كورد راح يسوي لنا شنو كريماستريك مصل اوكي شنو بعد الكريماستريك مصل الكونتراكشن مالتها يحدد لي الليفل مال التستس اوكي حسب درجه حراره الجو شنو هو؟ دايليتد بامبينفورم بين
اوكي ليش يصير dilatation ان اكشن فاض اوكي فاض فينس فاض ايش راح يسوي لي هذا يسوي لي ريفرس بلاد فلو يعني بلاد فلو مكان ما يطلع من التيسس يروح لل اي بي سي راح يصير بالعكس من الاي بي سي داون وورد على التيسس اوكي زين ايش قد ال الابيدميولوجي يعني بريفلنس مالته بريفلنس مال باركوسي اذا جبنا 100 100 راندم اللي اخذناهم 15% من عندهم عندهم باركوسي اذا اخذنا لا 100 100 عندهم انفيرتيلتي هذول راح نلقى 30 35 40% من عندهم عندهم باركوسي يعني من الجنرال بوبوليشن الانسيدنت البريفلنس 15% من ال البيشنت والانفيرتيلتي جلد البروفيلنس 35-40% إنه هو السبب؟ لا، بروفيلنس دينا شيء سامن شنو الكلاسيفيكيشن مال الباركوسي أو الجرايدي؟ عندنا 3 جرايد جرايد 1، جرايد 2، جرايد 3 جرايد 3 هاي اللي تكون فيزيبل شنو فيزيبل؟ احنا الفينز إذا صار بيهن دالتيشن في السكراتم راح نسميهن باك أوف وومز يعني داخل السكراتم أنت تشوف أكون في التيوبولار ستراكتشر وتورتشوس مثل الدول أوكي؟ فنسمي السكراتم عبارة عن باك أوف وورز إذا شفنا هذا الشيء نسمي هذا جرايد 3 الجرايد 2 الجرايد 2 الميديوم سايد باركوسي اللي هي تكون ديتكتد باي بالبيشن أسوي له بالبيشن للسكراتم أحس أكو دايليتد فين الجرايد 1 اللي هي سمول باركوسي نهاية كلش difficult انه بالاكزامينيشن احسها اوكي الجريد 3 فيزبل سهله جريد 2 ممكن جريد 1 يكون كلش difficult بالاكزامينيشن اللي هي فقط نشوف امبولس ويلكفنج يعني من الواحد المريض يزود الانترا جوما والفاجر راح يجينا ريفرز فلو بالهاي البامبين كومبلكسس نحسها على شكل امبولس سهل هذا الشيء لا كلش صعب زين ممكن شنو اللي ساعدنا لعد بال في الاكزامينيشن ممكن نسوي الالتراساوند اوكي بس هاي الباركوسيل اللي نشوفها بالالتراساوند وما نحسها بالاكزامينيشن شو نسميها؟ نسميها سب كلينيكال باركوسيل اوكي اذا سوينا لها تريتمنت ما راح نستفاد اللي يفيدنا تريتمنت بس للكلينيكال باركوسيل ليش الباركوسيل مور كومن بالليفت سايد؟ هذا الباتوفيزيولوجي نحن حاشي عشان احسن اصلا يعني زين شو راح يسوي لي؟ شو الباركوسيل راح يسوي ريفيرس فلو على الفينس بلاد راح يوصل للتيستس راح يسوي لي تستيكيولار كونجستشن اوكي؟ تمبرتشر مال التيستس راح يزداد هذا راح ياثر على السبيرماتوجينيسيس سبرماتوجينيسيس راح يسوي لي مشكله بالعدد مال السبيرم مشكله بشكل السبيرم ومشكله بالحركه مال السبيرم اوكي فهذان شو نسميه تيراتو يعني شكل السبيرم ابنورمال اوليجو يعني عددهم قليل استينو يعني حركتهم قليله تيراتو اوليجو استينو سبيرمي احسن الكاونت والكوالتي اوف السبيرم قليل هاي الباتوفيزيولوجي مال هيت اكستشينج زين احنا شنو التريتمنت مال الباركوسيل نعرفه هو السيرجر اللايجيشن بس اما نسوي العمليه اي واحد يجينا عنده باركوسيل نسوي له لا اولا قلنا لازم هو يكون كلينيكال باركوسيل زين يعني كان باي اكزامينيشن مو بالاوتاسام ثانيا لازم شنو عندنا انديكيشن تختلف بين الادولسنت بين الادولت الادولسنت شنو الانديكيشن مالته؟ اذا كان عنده بين هاي واحد اذا الباركوسي مسوي لي تشينج بالسايز اوف ذا تيستس يعني شنو؟ اقيس الراي تيستس اللي هي ما بيها باركوسي القاها 3 سنتيمتر اقيس الليفت تيستس اللي عنده بيها باركوسي القاها 2.2 سنتيمتر يعني 2.2 يعني اصغر بنسبه 25% هذا يكون indication للباركوسيلكتومي
بالادولسنس حتى لو ما عنده بين. اذا عنده بين ما له علاقه بالحجم، قد ما يكون حجم التستس اسوي له عمليه. اذا ما عنده بين وشفت عنده فاريكوسيت اسوي سونار اشوف السايز مال التستس، اذا لقيت الفرق بالسايز ازيد من 20% اصغر الاثر في التستس اسوي له سيرجري. واضح؟ هذا الادولسنس. في الادلت الانديكيشن مالتنا انها دو انديكيشن البين واحد من عندنا اذا عدى بها الم، والثاني الانفيرتيليتي. اوكي اكو سؤال؟ زين هسه قررنا نسوي عمليه. شنو العمليه؟ عندنا ثلاث طرق بشكل عام قسمها الى ثلاثه، اما سيرجيكال اوبن سيرجري او لابروسكوبك سيرجري او انجيو امبولايزيشن. الانجيو امبولايزيشن احنا ندخل بالتستيكولار فين ونشوف البامبين فورم فلكسس، قلنا هنا بالبدايه جوها ديستال فلكسس عباره عن فلكسس فين، ما نقدر نسوي انجيو امبولايزيشن كم برانش نسوي، راح نصعد مربط اسمه بالبوستيرا دومنور اللي هو راح نلقاه سنجل فين نسوي له لايجيشن او سكلروزنج ايجنت نطلع فيه راح يصير فيه اوبليتريشن. هاي الانجيوغرافي. اللابروسكوبك، اللابروسكوب ايضا طب اللابروسكوب للابدومن نروح على البوستيرا ابدومن الوول نسوي له لايجيشن، عاده نسوي للمريض اللي عنده بايلاترال. والطريقه اللي هي مور كومن خلينا نسميها جولد ستاندرد اللي هي سيرجيكال ابروتش، اوبن سيرجيكال ابروتش. بالاوبن هم عندنا طرق. عندنا اما الانجواينر يعني الليفل مال اللايجيشن مالتنا وين؟ البين بالانجواينر كنف او سب انجواينر يعني ديستال تو الانجواينر كنف نسوي اللايجيشن مال السبيرما ال البين او عندنا الانتروبرتونيوم يعني ندخل على البوستيرا ابدومنال وول اوبن سيرجري ونسوي اللايجيشن. اكو سؤال؟ واضح الحكي؟ ثاني محاضرات اللي يورو